اليوم خرجت السماوة بشيبها وشبابها بنسائها ورجالها وأطفالها تضامنا مع شهداء النجف ومع جرحى النجف، ونريد أن نقول لتلك الميليشيات الوقحة التي اتخذت لون الماء بأننا لكم بالمرصاد، عاجلا أم آجلا ستقدمون إلى القضاء فضلا عن عقاب الله. ردنا أن نقول لهم أن مساوماتكم على سومو، على البنك المركزي، على رئاسة الوزراء التي جعلتم ثمنها دماء شبابنا ستنتهي، ستسقط. تقتلوننا برصاصكم، نسقطكم بسلميتنا. ستنتهون في مزابل التاريخ وستتراجعون ولن نهتز. الرسالة الثانية التي أردنا أن نوصلها أيضا بأننا رافضوكم جميعا بكل ألوانكم، بكل أطيافكم، بكل أزيائكم، لأنكم أثبتتم بأنكم سبب دمار العراق وأنكم قتلة العراق. الرسالة الثالثة لكل عبدة الأصنام الذين اتخذوا رموزا وهالوها وجعلوا لها هالة من القدسية، لكم دينكم ولنا ديننا، الله مولانا وأنتم لا مولى لكم. لا رمزية إلا لشهداء العراق، ولا قصية إلا لصوت الثائرين هنا. فخذوا صنمكم وارحلوا. القدسية للعراق فقط، الولاء للعراق فقط. الرسالة الأخيرة لكل قيادات الأحزاب هنا وكل قيادات التيار، ها هنا السماوة، أي كلب من كلابكم ترسلونه إلينا سنتجه إلى قياداتكم، لأننا نعرفكم بالأسماء وإذا أطلنا نشر أسماء. قياداتكم ستكون المسؤولة عن أي حالة شغب تثيرونها في السماوة. خرج اليوم شباب محافظة المثنى بجميع فئاتها بمظاهرة حاشدة لرفض تكليف محمد توفيق علاوي ورفض الطريقة التي أتى بها، ورسالة نوجهها إلى سيد مقتدى. سيد أنت اللي تقول الشعب من أتى بمحمد توفيق علاوي. سيدنا، وعندما خرج الشعب بجميع محافظات العراق يرفضون هذا التكليف، قمت بإنزال بما يسمونه القبعات الزرق لفرض آرائهم وفرض رأيك على الساحات، كما حصل في محافظة بغداد وضرب الطلاب، وما حصل أمس في محافظة النجف، وما حدث اليوم في محافظة كربلاء. Thank you.
انطلقنا مظاهرات في محافظة المثنى. طبعا مظاهراتنا كان موضوعها هو رفض تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء. الشعب اليوم انطى كلمته بين التيار الصدري وبين الشعب نفسه، رافض رفض قاطعا لتنصيبه ولتكليفه ووضعه بهذا المكان لأنه مرشح غير جدلي، وللأسف كان جدلي وصارت فوضى أو ضجة بالشارع العراقي، وهذا الشيء مرفوض من جانبنا. نرجع لموضوع ثاني اللي هو الأساس، أنه اليوم خاصة صارت هذه المظاهرات عسى ولعل أن تنصت المرجعية لصوت أبنائها بالرفض القاطع لتنصيبه اليوم، ورح نستمر باكر عقبة لحد ما نوصل لموضوع أنه يتبدل محمد توفيق علاوي بمرشح يرضى بالشارع العراقي، يرضى بالمتظاهرين اللي طلعوا باعتصاماتهم مظاهراتهم بالإضافة إلى احتجاجاتهم الواسعة على مدة 3 أشهر. راح نستمر باعتصاماتنا وسلميتنا وحضارتنا وثقافتنا، مستمرين على هذا منهجنا وإن شاء الله ما غيرنا شيء على هذا النظام. مثل ما شفنا أمس بالنجف واليوم بكربلاء اللي الأحداث اللي صارت من قمع وترهيب ودخول إلى الساحات والرصاص الحي، هذا كله استنكرناه اليوم مظاهراتنا بالإضافة إلى رفض محمد توفيق علاوي. نستنكر هاي الأفعال ونستنكر أي أفعال مشابهة لها، ولا نرضى بهذا الشيء، إحنا مستحيل هذا الشيء، واللي يتحمل هاي المسؤولية كاملة هو المسبب لها والداعي لها. اليوم تظاهرتنا ضد محمد توفيق علاوي ومن رشح محمد توفيق علاوي الفتح وسائرون وكل الكتل السياسية الناهبة للشعب العراقي. هذه الكتل السياسية من أول يوم رفضناها وما نريدها، ومن ضمنها اليوم من ضمن مطالبنا أو اللي طلعنا به نرفض أي اسم أو كتلة سياسية أو زعيم سياسي يتحدث باسم الشعب العراقي، هذا مرفوض. الشعب العراقي هو يتحدث عن نفسه، الشعب العراقي اليوم رفض وباكر يرفض وسيرفض أي اسم. الشعب العراقي اليوم يريد انتخابات مبكرة، يريد قانون انتخابات عادل ومنصف، ونريد الملحق، نريد يصوتونا على الملحق الموجود، نريد حصر السلاح بيد الدولة، نريد من قواتنا الأمنية أنه تأخذ دور حقيقي. القوات الأمنية موجودة حتى تقمع الميليشيات الوقحة غير الوقحة، المنضبطة غير المنضبطة، تقمعها ما تخليها، ماكو أي صفة لأي ميليشيا تنزل للساحات. نريد من القوات الأمنية هي تأخذ دورها بالحماية، تأخذ دورها قمع أي ميليشيا سواء قلنا منضبطة أو غير منضبطة، ومحاربة العصابات. النجف، أعزائي أهل النجف، إحنا وياكم، واليوم هوسنا لكم أكثر من هوسة. إحنا أهل السماوة وياكم ويا أهل كربلة، أهل النجف، أنتم ندري بيكم سباع أقوياء صامدين ثابتين، ما تنسحبون ورجعتوا وراح ترجعون تشوفون أي واحد يتدخل تطلعونه، ما تقبلون، أنتم هسه ما تقبلون قبعات لا زرق ولا خضر ولا حمر، أنتم تردون اعتصامكم يستمر ومطالبكم موجودة، ما نريد أي واحد يتدخل، تدخله يعني يريد إنهاء الثورة، وهذه الثورة عصية على كل شخص، عصية على دول، والله عصية على دول، عصية على الإقليم كل الموجود. ثورتنا ما تنتهي، وطلاب الطلاب بالنسبة للطلاب، ما دام ذكرت الطلاب، أكو إضراب طوعي للطلاب، الطلاب ما ترجع إلا أنه تتحقق المطالب، عند تحقيق المطالب هي ترجع، أنت مو بكيفك تريد ترجعها، تريد ترفع السلاح ضدها، هي ما ترجع، هي بكيفها. طلاب ماكو أي وصى عليهم، ماكو أي وكيل عليهم، الطلاب عندهم أفكار، عندهم عقول، هم اللي يحكمون بالنهاية.
ما تتحكم انت بيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم المظاهرة كانت مظاهرة عراقية
بخصوص محافظة المثنى. اليوم طلعت جماهير هتفت يعني بكامل العبارة بما معنى محمد علاوي فاسق فاجر قاتل للنفس الزكية، واحنا مثل الحسين ومثل لا يبايع مثله بمطلق العبارة. شجعان ما تقودهم جبناء، شرفاء ما تقودهم فازين. الثاني إلى مقتدى الصدر، يا هم الشعب اللي أشارك بالشعب القابلين بمحمد توفيق علاوي منه؟ قل لنا مثل ما أشاروا على وزراء سابقين وهم مجربين، وانت قايل المجرب لا يجرب. الرسالة الثالثة إلى النجف اللي صار مستنكر واللي قتل ولدكم قتل ولدنا، واليوم الفاتحة مو عندكم، الفاتحة عندنا، والهضمنا أكثر جاي نهتف عن النجف. أجتنا خبر كربلة، طابين على كربلة، اتوقع انت كربلة احنا من طب نريد ننزعنا عنا بكربلة احتراما لكربلة. يجون الأدب سزية يحرقون الخيم، يعني حارق خيم مو بكربلة. قبل يروح بالك إلى رقية، إلى سكينة، إلى زينب، إلى الحسين، ليش تردون تأذون أبي عبد الله؟ الحسين طلع من أجل كلمة، والله العظيم هاي الكلمة اللي احنا نقلكم انتم شرعيين والله ما تأخذونها، لو سحلونا سحل. كل محاولاتكم لإخماد ثورة تشرين انتهت. اليوم الشباب طلعت، ردتوا تشقون الساحات باسم ومسمى ما صارت. الشهداء الطاحة وشهداء من أجل العراق. محمد توفيق علاوي، إذا تحترم تاريخك وإذا تحترم إنسانيتك شعب كله رافضك، ما معقولة تجي تصير رئيس وزراء. أطلع أطلع، إذا أكو ناس ملتقي بيك ما أدري من التحرير ما أدري وين، أطمئن أطمئن أطمئن. هؤلاء لا يمثلون صفر بالمليون، ما يمثلون من عندنا. الرسالة واضحة، مستمرين الحبوبي صعدوا وإحنا نصعد وياكم. أم الشهداء إحنا سند، إحنا وياك. أوضاع البلد سيدنا خاف يقولوا لك أوضاع البلد وأنصاف الحلول، أنتم سادة العارفين. إحنا الشعب العراقي ما نريد أنصاف حلول، نريد مثل كربلاء. لو إحنا نموت وننتهي وما نريد، إحنا ما مستعدين نعيش وهم ذول يحكموننا. يعني تتوقع وزير صحة يقول لقاح مع الأطفال يقول ب 12 مليون دولار، أو يجي واحد من سائرون يقول له أجيبه وغصبا عليك ب 100 مليون دولار، يقيلون الوزير، الوزير يقال والفاسد يبقى. أنا مستعد يحكمني هذا بعد يومين، ابني يحتاج لقاح، ابن أخوي يحتاج لقاح، أبقى بهالمعاناة. الرسالة واضحة، رسالة حسينية كربلائية عراقية إنسانية بكل ما تحمل كلمة. اليوم إساءة وحدة ما أسأنا، لكن كنا في كامل الوعي بإيصال مطالبنا. اللي يريد الناس اللي قاعدة ببيوتها، صحيح الشاركون، صحيح تطون لايكات، صحيح صحيح هذا دور مهم الإعلام، بس يا أخي انزل انزل، القضية ما تخصني أنا، هم أريد أمي ترتاح وأريد أهلي يرتاحون، كلنا نريد نرتاح، بس الوطن ما مرتاح. يعني أنتم أي تراجع عنا شبابنا كلها تتكتل تتكتل. الموت مو عيب مو عيب، بس من تكون الموت على نتيجة أنا سببها عيب. من يكون قتل صفاء السراي يقول ما يبقى بس وجه العراق. شباب جاي الضحي، أتمنى إذا أنت عراقي اللعبة وضحت، أعتقد يعني بعد ما بيها أحزاب جاي تريد تفرض علينا نفس الطريق نفس الطريق نفس الطريقة. شوف الاستهزاء بدم الشهداء، حتى الطريقة ما غيروها، نفس الطريقة اللي جبيها عادل عبد المهدي، اللي جبيها نور المالك، اللي جبيها العبادي، جبيها محمد، ما معقولة نفس التجربة طلع لنا نتائج مختلفة. يا انتخابات تصير ويا هاي الميليشيات، تقتل الناس الشرفاء الترشح، تقتل المفوضية اللي يحافظون على أصوات الناس. الرسالة واضحة، إن شاء الله نتأمل خير. أحب أوجه رسالة للأحزاب اللي أول شيء رشحت محمد توفيق علاوي، نقلهم ما يمثلنا. محمد توفيق علاوي مرشح التواثي والهروات، مرشح الأحزاب، لا يمثل الشعب. أول شيء لا تنطبق فيه مواصفات المرجعية اللي هي قالت جدلي متحزب إنسان وزير فاسد، هاي انتهينا من عدها. الشيء الثاني أحب أوجه رسالة، إياكم والفتنة، أنتم جاي أبناء شعب واحد ويانا بالتظاهرات، شنو هاي الدم اللي جاي يسيل بالنجف وبكربلة اليوم وباكر يجوز بالسماء وبعدها بالناصرية والحبوب؟ ليش؟ احنا ناس طالعين مسالمين نطالب حقنا، لا تركب عليه الموجة، لا تصير متسلط عليه. طالب خلي انتمائك الحزبي على صفحة، خلي تاج راسك على صفحة، خلي قائمتك على صفحة، اطلع وطالب للعراق فقط، خلي ولائك للعراق فقط، كافي دم. هاي ناس طلعت طالب حقوقها، نريد شعب خالي من جميع الأحزاب، كافي عبودية، كافي تدخل إيران، كافي تدخل السعودية، كافي تدخل أمريكي، نريد شعب نعيش به بحرية بكرامة بعيد عن تدخلات خارجية. أحب أوجه رسالة للجيش وللدفاع وللداخلية، شنو دوركم؟ أنتم جاي تستلمون مليارات، أبدأ أعرف شنو دوركم من تحمون الساحات
ابدا اعرف شنو الدور اللي جاي تقدمونه، جاي يصير انتهاكات، جاي تروح شهداء، جاي تروح دم بيها، وين دوركم اجهزه امنيه؟ كاجهزه امنيه خاطبكم انا، انت جاي تستلم من ميزانيه الشعب اللي هي من ميزانيتي انا، شنو دورك بحمايه المتظاهرين؟ ليش هذا الدم اللي جاي يسفك؟ بس ما نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، من حكومه الشغب، حكومه اذناب، حكومه اذناب، حكومه احزاب. نعم للعراق باقين ومستمرين وصامدين، واللوزه ما ياخذها الا الركبها. عاش العراق وعاش العراق. يا ما نرضى بقيادة واوي، يا ما نرضى بقيادة واوي.
الشعب علاوي يا بلاد الضب قيادة دواوي انت مختار الشعب علاوي 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 اليوم مظاهراتنا رفضا لمحمد علاوي وهي رسالة وصلنا للنصب محمد علاوي بطريقة المحاصصة الطائفية والحزبية المقيتة ونقول محمد علاوي مرفوض رفضا قاطعا من جميع المحافظات المنتفضة ومحافظة المثنى أولا مجرب ثانيا اجى بنفس الطريقة اللي قلت لك الحزبية والمحاصصة الطائفية فشل رابعا من صار لحد الان قمع بالنجف وبالناصرية وبكربلة هسه حاليا بكربلة فاجى بنفس الطريقة الحزبية وبنفس الطريقة المحاصصة المناصب مرفوض رفضا قاطعا توفيق محمد علاوي المظاهرة اللي انطلقت من ساحة الغدير المظاهرة اللي انطلقت اليوم من ساحة الغدير في محافظة المثنى مظاهرة موحدة لأبناء محافظة المثنى كان خطابها هو استنكار قتل الأبرياء في ساحة اعتصام النجف كذلك استنكار جميع الأعمال التخريبية والإرهابية التي يقوم بها الميليشيات المارقة التي تقوم بقتل الأبرياء من جميع التشكيلات ونحمل الحكومة العراقية وفي مقدمتها طبعا اللجنة الأمنية في محافظة النجف مسؤولية الحادث الذي ذهب ضحيته أكثر من 6 شهداء من أبناء محافظة النجف من الأبرياء وندعو الحكومة كذلك إلى الحفاظ على ساحات الاعتصام بتعزيز القدرات الأمنية لديها كما نوجه رسالة بأنه أبناء محافظة المثنى هم يقفون صفا واحد مع جميع أبناء العراق إلى جانبهم في محنهم وإن شاء الله سوف يكون في المستقبل هنالك خطوات تصعيدية سلمية ضمن حدود السلمية كما نوجه رسالة للمجتمع الدولي وكذلك إلى جميع الخيرين في العالم إلى مساندة ودعم هؤلاء الشباب المنتفضين المطالب بحقوقهم وتحقيق الأهداف التي خرجت من أجلها الانتفاضة انتفاضة تشرين التي هي في الإسراع في عملية إقرار قانون انتخابات عادل وتشكيل حكومة انتقالية تقوم بالإشراف على انتخابات مبكرة. باطل
المليين الشعب لازم يصير واللي يصعد لازم يخدم الفقير خلينا وخلينا وخلينا والريق قائد مستقل خلينا والريق قائد مستقل خلينا لا يملينا.